أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن اهتدى بهداه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أهنئكم وأهني نفسي برمضان المبارك. الله تبارك وتعالى نسأل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، كما نسأله تعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر والتمكين للأمة الإسلامية قاطبة. وكذلك أود أن أنبه إلى أمر هام يحدث كل سنة في رمضان، ألا وهو هذا الحشد العظيم من الأولاد الذين يرتدون الشوارع ويجوبون الأزقة في صراخ وعويل ولعب ومرح، بينما المفروض شرعا أن يكون هؤلاء الأولاد داخل المسجد، لأنه من التفريط الكبير ومن التضييع الذي لا يعلم مداه إلا الله أن يأتي الآباء إلى المسجد أو المساجد ويتركون أبناءهم في الشوارع يلعبون. فهذه فرصة الشباب لكي يتعلموا، وهذه فرصة الأطفال لكي يتربوا على الإسلام ويتربوا على الإيمان ويتربوا على القرآن وحب القرآن. أما أن نأتي نحن الكبار ونترك صغارنا الذين هم عدة البلاد بعد الله تبارك وتعالى والذين هم براعم الإيمان، نتركهم في الشوارع هكذا هملا بلا قيد ولا شرط، هذا يا إخواني الكرام تفريط عظيم، وسنسأل عن هذا، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا موقفنا مع الأولاد وموقفنا مع أبنائنا، فقال في الحديث الصحيح: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني علموهم في سبع سنوات. ونحن الآن لو نرى هؤلاء الأولاد نجد فيهم اللي 14 سنة واللي 15 سنة اللي أكثر من 10 سنوات راهم يلعبون. أين آباؤهم؟ أين أولياؤهم؟ أين من يتحكم في أمورهم؟ لذلك يا إخواني الكرام أنا أريد أن أنبه الآباء خاصة، وأريد كذلك أن أنبه اللجنة الخيرية التي هي مختصة بكل حي وعلى رأسهم هذه الجماعة الذي يسمون بالأسرة. هذا يا إخواني الكرام كما أنهم متطوعون يعرفون الفقراء والضعفاء ويعرفون كل الأشياء التي تدور في الحي كبيرها وصغيرها، فما عليهم كذلك أن يذهبوا إلى الشوارع هذه الخاصة
بهؤلاء الشباب والأطفال، وأن يسردوهم إلى المساجد، وأن يحببوا إليهم المساجد. يعني فيها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أننا نعصم هؤلاء الأولاد من الفجور ومن اللعب ومن الفسق ومن المرح الغير مباح، من كيف في الشوارع أثناء الصلاة، وكذلك نشغلهم عن الفوضى وعن الكلام واللغو الذي يحدثونه والقرآن يقرأ. فهمنا كيف؟ احنا الآن نقرأ القرآن والشيخ يصلي بينا والأولاد يصبروا، ما يعقلش هذا. نحن في بلاد الحمد لله إسلامية وفي قرية إسلامية، كي احنا كي أولادنا المفروض كلنا يعني نستجيب لله تبارك وتعالى. ماهم الكبار يأتون إلى المسجد والأولاد يريحوا في الشارع يصفروا، منها كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، هذا أريد أن أنبه إلى هذا الأمر حتى ينتبه أولي الأمر وينتبه الشباب الذين هم مختصون في هذه اللجان الخيرية، أن يذهبوا إلى هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب الذين في الشوارع، يرغبوهم بالدخول إلى المساجد ويرغبوهم إلى يحببون إليهم المساجد ويحببون إليهم القرآن. لذلك إخواني الكرام، هذا الأمر أمر عظيم، ولكن نحن الآن يعني أصبحنا نتساهل فيه كثيرا. ولنضرب لكم لذلك مثلا يا إخواني الكرام حتى تشوفوا العظمة انت عاد الشيء اللي رانا مفرطين فيه. انت لو تجي خارج الآن وتلقى عين انت على الماء تسيل على حدها، واش تقول؟ تروح تغلقها ولا لا؟ بطبيعة الحال تقول هذا إسراف وهذا تضييع ما ينبغي، تروح تجري وتغلقها. وإذا كانت يعني ما تنغلقش وخاسرة، يعني تدير جميع الوسائل باش تحيل دون ضياع الماء، وتدير جميع الوسائل باش تغلق الماء هذاك باش ما يروح. هذا يعني ضياع مادي. فهمنا كيف؟ كي تخلى كامل يجي يطلعوا الحساب، يطلعوا يقول لك الماء تاعك ضاع عندك كذا دراهم خلصهم. وشنو هذا نسموه؟ نسموه تضييع مادي. فما بالك بضياع الاولاد اللي رانا نشوفهم؟ لما تخرج انا واحد يعلم الله راني في بيته، كي نعود جاي ونشوف الاولاد هكذا في الشوارع يعني يصرخوا ويلعبوا وكذا في وقت الصلاه وفي وقت التراويح، القلب نتاعي يتمزق حسن وحسره على هؤلاء الشباب. من ورائهم؟ اين اولياء الامر؟ اين الاباء؟ اين المسؤولين؟ ما في شيء اخواني الكرام. قلت لك الماء تروح تغلق ولا حاجه تقول ضايع، ضايع الكبير تاع اولادنا. من كيف؟ لانني كما قلت لكم دائما، قلت لكم الامم الان الكافره التي تحارب الاسلام مش تحاربنا حتى حاجه، راهم يحاربونا بولادهم. من كيف؟ لان اولادهم هم عده امرهم، هو اللي يسوق الطائره، هو اللي يصنع الطائره، هو اللي يضرب الصاروخ، هو اللي يصنع الصاروخ وهكذا. واحنا اولادنا وين راهم؟ من كيف؟ راهم في الشوارع، والشوارع واش يعلمهم يا اخواني الكرام؟ الشوارع لا تعلمهم الا السفاهه، وغدا يسقطون في بؤرة الخمر وفي بؤرة المخدرات، وبعدين يبدا ضايع ويجي 12 تاع الليل يقول لك ما نجمتلوش. لما كان في يدك مولا 7 سنين، لماذا لم تقوده الى المسجد؟ لماذا لم تاتي به الى المسجد؟ لماذا لم تحبب اليه المسجد؟ لماذا لم تحبب اليه القران؟ فاذا اصبح يعني مشتدا مثلك في القوة، تبدا تقول ما نجمتش للطفل، اغلبني، اغلب يماه، يضرب يماه، ولكن اين كنت قبل هذا كله؟ هذا تفريط منا عظيم يا اخواني الكرام، فما علينا الا ان نستدرك هذا التفريط، وان نرجع الى نفوسنا ونرى ماذا قدمنا لاولادنا وماذا فعلنا لاولادنا. فكل منا ياتي ولياتي معه باولاده يا اخواني الكرام، ياتي بالاولاد الصغار اليوم ولو راه في المسجد يعني غير منضبط، يعني شهر شهرين عام عامين يصبح راجل ويصبح يعني يبغي الاسلام ويبغي الجامع ويبغي القران. هذاك هو يا اخواني الكرام عده المستقبل. لان الان صدقوني يا اخواني الكرام، الان نحن في وقت لا عاصمة
فيه من الفتن، اسمعوا جيدا، الوقت الذي نحن فيه لا عاصم فيه من الفتن ومن المصائب التي هي في المجتمع إلا المساجد وإلا حلقات العلم في المساجد. هذه هي التي تنجي المؤمن وتعصم له نفسه وتعصم له دينه وتعصم له أخلاقه. فمن كيف المصائب اللي رانا نشوفوا فيها في المجتمع، تاع الخمر والمخدرات والقتيلة والضرب، وكلها شكون يسلك منها؟ الجامع هو اللي يسلك منها. علم وليدك الجامع، حبب لوليدك الجامع، حبب لوليدك القرآن، يولي يجي القرآن ما يجيب لك حتى بلا، ما تخاف، ما تخاف عليه، ما يخوفك في واحد. فمن كيف؟ إذن يا إخواني الكرام، فلننتبه إلى هذا الخطر العظيم وهو تضييع الأولاد. فإذا ضيعنا أولادنا فتلك هي المصيبة الكبرى، فضاع مستقبلنا وبالتالي ضاع مستقبل البلاد كله، لأن كل بلاد مستقبلها هو شبابها. فمن كيف؟ كل بلاد سواء كانت كافرة ولا مسلمة العدة تحها هي أولادها، فإذا صلح أبناؤها فلا تخاف على مستقبلها، وإذا ضاع أولادها فيصبح مستقبلها في خطر. فلذلك يا إخواني الكرام أحببت أن أنبه في هذا الشهر المبارك على أن الأولاد يعني يخرجون للشوارع ويلعبون، ما فيها باس، نجيبهم يصلوا ويحضروا التراويح ولما يكملوا يلعبوا شوية ويروحوا لبيوتهم. فمن كيف؟ أما أن نترك لهم الحبل على الغارب يلعبون كل شهر رمضان وبالتالي يشوشون على المصلين ويشوشون على المساجد، فهذه يا إخواني الكرام مثل الفولكلور اللي كانوا يديروه بكري والغيطة والزرنجية قدام الجوامع، الآن الحمد لله ما كايناش، ولكن كاين الدراهم يضبعوا ويصفروا ويعيطوا، رجعت كما كانت بكري، ما استمعنا والو. كي نولوا نحوسوا على الأولاد هذو شكون جابهم لهنا؟ نلقاهم وليدي وليدك وليد أختك وليد أختي وليد خالتك وليد خالتي، يعني ما جاوش من الخارج، هما أولادنا. من كيف؟ إذا فما علينا إلا أن نضبط هؤلاء الأولاد وأن نحبب إليهم المساجد وأن نحبب إليهم القرآن، يعني بأسلوب يعني هكذا شيق، والإنسان يعني ولو بالهدية ولو بكذا ولو بالتكلاخ يجي للطريق المستقيم. فمن كيف؟ إذن يا إخواني الكرام فلننتبه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا كانوا يعللون أولادهم حتى يحببون إليهم الدين الإسلامي. لقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب صيام الصبيان، اسمعوا جيدا يا اخواني الكرام، السلعة راه يجي من الخارج ولكن شباب الله ما يجي من الخارج، اسمعوا جيد، راهم يجيبوا البقر والغنم ويجيبوا كل شيء من الخارج، ولكن الشباب يزم حنا يتربى عندنا ويتربى في المساجد. من كيف؟ إذن شبابنا وعدة بلادنا غدا إن شاء الله ينطلقون ويخرجون من المساجد. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينهجون مع أبنائهم. لقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب صيام الصبيان، اسمعوا جيدا هؤلاء النساء الصحابيات الجليلات الطيبات الكريمات كيف كنا يفعلن مع أولادهن حتى يعلمنهن الصيام. البخاري عقد باب قال أو عقد يعني الفصل وقال باب صيام الصبيان، يعني كيفاش كانوا الصبيان يصوموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. النساء انسى الصحابة واش قالوا، سمعوا جيدا باش تشوفوا، احنا الولد يلحق 10 سنين ما يقولوا ما تصوم التعية. من كيف؟ شوفوا الصحابة كيف كانوا يديروا لأولادهم، يقولوا تعية ولا ما تعياش. قالوا كنا نصوم الصبيان ونجعل لهم العرائس واللعب من العهن نعللهم بها حتى يكون ذلك عند الإفطار. تتعجبوا بالكلام هذا، واش قالوا؟ قالوا النساء هذو نساء الصحابة باش يعلموا أولادهم على الدين ويعلموهم على الإيمان باش ما يهملوش. قالوا كنا نصوموا أولادنا وما صغيرين، وبعدين واش نديروا لهم؟ نديروا لهم العرايس والقراوج بالصوف.
نخدموا لهم ندولهم بيامين يمكن نعطيلو يتلهب حتى ينسى حتى يلحق الفطور ونفطروا معانا. الطفل هذا اللي يتلهى بالعروسة وباللعبة فيش كف في عمره كان في عمره يا إخواني الكرام. حتى تشوفوا مصيبتنا ورانا في 10 سنين مازال ما طابش نهار واحد. فمن كيف هادو ولاد الصحابة كانوا يصوبوهم ويديروا لهم القراوج ويبداو يكلخوا لهم كيف كي يعطوا له القرويجة هذيك يتلهى بها حتى يلحق الفطار ويفطروه معاهم. فمن كيف إذا هذا الولد الذي يعلل باللعب ويعلل بالعرائس الصغيرة كم يكون عمره؟ يعني تطلعوا قولوا عمره بالك 4 سنين بالك 5 سنين. الآن انت وليدك وليدي تصوموا انت في 5 سنين في عمره ولا 4 سنين. ولكن انا ما نقولوش صوموا على وتيرة واحدة. صوموا نهار صوموا يومين حبب اليه الصيام تبقى هذه الذكرى خالدة في ذهنه يتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين اظهرهم ما قال لهمش يا ودي ولادكم صغيرين ما تصوموهمش خلوهم يكبروا خلوا يتعلموا ديروا لهم القراوج ديروا لهم اللهيات يتلهوا بها حتى يلحق الفطار ويفطر ويخلي ذيك القراوج حتى الغدوة من إذا احنا هكذا يا إخواني الكرام تشوفوا الجيل الأول جيل الإسلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم تاع الصحابة كيف كانوا يربون أبنائهم عن الإيمان وعن الإسلام وعن أركان الإسلام من الصيام وغيرها. أنهم كانوا يربوهم على الإسلام وعلى الصلاة هما صغيرين وكانوا يجيبوهم كما ثبت في صحيح البخاري أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كانوا يجوا للمساجد ويجيبوا معهم الأولاد الصغار فيبدأون يبكون في المساجد يبدأوا يبكوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني أخرج إلى الصلاة وفي نفسي أن أطيل الصلاة. سمعنا قال نكون ناوي نخرج للصلاة نطولها ولكن لما أبدأ الصلاة أسمع بكاء الصبي فأتخفف مخافة أن أشق على أمه أو مخافة أن أبدل أمه. هذا نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول أنا نخرج ننوي نطول الصلاة يعني صلي بصورة طويلة ولكن لما يشرع في الصلاة ويقرأ الفاتحة يسمع بكاء الأولاد. شكون اللي جاب الأولاد هذو؟ جابتهم أماتهم هما اللي جابوهم مولى عامين ومولى عام ومولى 4 سنين يبدأوا يبكوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسمع البكاء الصبيان يتخفف في الصلاة ويتجول يعني نقص الصلاة هذه بدل ما يصلي ب20 آية يصلي ب10 آيات. همنا مخافة أن يفتن أمه أو مخافة أن يشق على أمه. إذن بشوفوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر لما يكمل الصلاة يخطب يقول ما سمعوا ينسى ما زيدوش يجيبوا لكم يضبحوا يكونوا في الجامعة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ولكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم باللي اليوم يبكي وغدوه يبكي وغير غدوه يبكي الشهر جاي ولا العام جاي واللي راجل ويضحك. فهمنا كيف؟ يولي يفهم بهذه الطريقة نحبب إليه الإسلام بهذه الطريقة نحبب إليه الإيمان بهذه الطريقة نحبب إليه الصيام والقرآن وجميع العبادات وبالتالي يصبح مسلما تقيا نقيا. إذا الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجيبوا وليداتهم صغيرين ويبكوا في الجامعة والرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة هذه يقصرها ويديرها خفيفة باش المرأة هذيك تبقى تسلم وترفد وليدها ترضع ولا تسكتوا وما قال لهم شدوا ولادكم وروحوا ما تجيبوش ولادكم من هنا. فهمنا كيف؟ باش تشوفوا يا إخواني الكرام ولكن احنا للأسف الشديد ما همش ولاد صغار ولاد كبار راهم نص عمر بابا وهم في الشوارع يلعبوا ويجروا بابا راهم موجود هنا. فهمنا كيف؟ هذه مصيبة كبرى إذا ضيعنا أولادنا يا إخواني الكرام هذه هي المصيبة الكبرى وتلك الطامة التي ليس بعدها غمة والعياذ بالله. أننا نصبح ما عندنا جيل إسلامي ما عندنا جيل نعتمد عليه ويصبح أولادنا راهم جالسين يصفروا ويلعبوا ولايين وإحنا قال لك نصلوا. لذلك يا إخواني الكرام وبعدين الأمر الذي أكبر من ذلك كله أننا يوم القيامة سيحاسبنا الله تبارك وتعالى يحاسبنا الله تبارك وتعالى. ومن جملة الحساب أننا سنسأل عن أبنائنا وسنسأل عمن تولانا الله تبارك وتعالى إياه.
كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موجود حديث صحيح، هذا الحديث هو اللي قيد المسؤولية الإسلامية. لو العلماء يتلموا كلهم باش يجعلوا قانون يوازي هذا الحديث ما يستطيعوش. حديث واحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهمنا هذا الحديث؟ احنا لو كان نديروه امام اعيننا ما خلو حتى حاجة تضيع، لانه قيد وبين المسؤولية العامة فلا ينفلت منها احد. مسؤولية عامة، الإمام يعني الإمام الأكبر، سواء كان ملك ولا أمير ولا خليفة ولا رئيس، هذه كلها يطلق عليها الإمام، يعني الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى هذا ربي سبحانه، الناس الذين تولاهم ويتحكم فيهم سيسأل عنهم يوم القيامة. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، راه مسؤول عن الرعية تاعه يوم القيامة، يحاسبه ربي سبحانه، كلاه ولا شربه ولا جاعه ولا عراه ولا تعذبه ولا كلفتهم ما لا يطيقون، ولا أتيتهم بعدو لا طاقه لهم به وأقحمتهم في حرب ليس لهم فيها كفاءة، كلهم يوم القيامة سيسألون. من كيف؟ كذلك الرجل راع في أهل بيته، مسؤول على مرته، مسؤول على أولاده، مسؤول عن المحيط اللي هو فيه، وسيسأل يوم القيامة عن رعيته، هل ضيع أم حافظ. وكذلك المرأة مسؤولة في بيت زوجها، وستسأل يوم القيامة حفظت أم ضيعت. وكذلك الخادم في مال سيده، إنسان عنده خادم ولا عنده خدامين يخدمه، يسألهم ربي سبحانه عن الخدمة الذي كلفهم إياها، الذي كلفهم إياها سيدهم أو من يعملون عنده. إذن هذا الحديث يا إخواني الكرام يقيد لنا المسؤولية بجميع أنواعها، فعلينا أن نكون عند حسن الظن في هذه المسؤولية، لأننا نعلم علم اليقين أننا سنقف أمام ربنا تبارك وتعالى ويحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن كل شيء، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع. قال يسألكم ربي على كلش، حتى يتسأل يوم القيامة الراجل على دار وليداته واش حفظهم ولا ضيعهم. فمن كيف؟ ونحسابه احنا الانسان كي يجيب لهم الماكلة ويجيب لهم الشراب ويجيب لهم الدرسة ويروح الخارج ويجيب لهم البالس مع رمرين، قال لك هذا يتهلى في ولاده، كما راكم تقولوا ثم اللي يتهلى في ولاده هو الذي يحافظ على اولاده، وان يربيهم تربية اسلامية، وان يأتي بهم الى المساجد ويجعلهم امامه يصلون في المسجد، هذا هو اللي يرد باله على وليداته. فمن كيف؟ اما يتركهم الحبل على الغارب يوكلهم ويشربهم، انتك بهايم راك توكلهم وتشربهم. ما هو الفرق بين البهائم راك توكلها وتشربها وبين ولادك توكلهم وتشربها؟ اذا ولادك على الاكل والشراب زايد الادب والتعليم والمحافظه والاتباع، وتعرف شرا يدير، ماهوش لما يكبر يولي في عمره 20 سنه ويطيح في عصابه تاع مخدرات تولي تقول قرن 14 لا هنا لا معاش، لا انت اللي ضيعت. لو كان تبعت ودرت بالك عليه ملي كان صغير انت تراقب فيه، انت تدي معاك المسجد وتحافظ عليه. فمن كيف؟ هنالك يا اخواني الكرام ما ينبغيش له أن يحيف أو أن يهرب أو أن يشرب أو أن تفسد أخلاقه والعياذ بالله. لذلك يا إخواني الكرام راهي فرصتنا يا إخواني الكرام، فرصة عظيمة في أولادنا، فما علينا إلا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أولادنا، لأنهم هم عدة أمرنا، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: سنكتب ما قدموا وآثارهم. فمن كيف؟ هذا
هذه الآية هذه يقول فيها ربي سبحانه سنكتب ما قدموا، يعني نكتب لكم الأعمال اللي خدمتوها بين أيديكم الآن اللي راكم عايشين فيها وراكم تخدموها ربي يكتب فيها. سمعنا، هذه هي سنكتب ما قدموا، يعني الأشياء اللي خدمتوها نكتبها لكم. وبعدين زايد حاجة واحدة أخرى يكتبها لنا وآثارهم. ما معنى وعثرهم؟ يعني وذريتهم الذين يتركونهم من بعدهم، يسجلوا لك اولادك انت تموت ويسجلوا اولادك، يبداو الملائكه يسجلوا اولادك واش راهم يخدموا، راهم يعملوا الصالحات، يديروها لك يوم القيامه مع ميزان الحسنات تاعك. فهمنا كيف؟ انت انسان صالح، اولادك خليتهم صالحين مراد، يوم القيامه يعطوا لك حسنات ويزيدوا لك حسنات واحد اخرى معاك. تولي تقول يا ربي هذه تاع من؟ يقول لك هذو تاع اولادك اللي خليتهم مؤمنين مراد، رانا جبنا لك الحسنات. فمن كيف؟ لذلك هذه آية ماشي كلام، هذه آية سنكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار يعني الذرية الطيبة التي يتركها المرء المؤمن من ورائه، أو العياذ بالله الذرية الخبيثة الذي يتركها الإنسان من ورائه. ولا خلى ذرية خبيثة ما ربهاش، خلها هاملة، يوم القيامة كذلك يجمع الورب السيئات تاعه ويجيب له سيئات واحدة أخرى، يقول يقول يا ربي هذه منين أنا ما نعرفهاش، أنا ما خدمتش هذه. يقول له ودي تاعك شكون ولدتهم؟ الكرمة. فهمنا كيف؟ ولادك شكون ولدهم؟ يا أخي أنت ولدتهم تتحملهم، إذا كانوا داروا الخير تدي خيرهم، داروا الشر ترفد شرهم. فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. من فضلك اقلب الشريط. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. يقول لك ربي يوم القيامة يرفدوا ذنوبهم وذنوب واحد أخرى فوق ذنوبهم. واش الذنوب الأخرى؟ أنت أولادهم اللي خلوهم هابدين كما رانا نشوفوا ذرقا. فهمنا كيف؟ وإلى كذلك حسنات خلى ذرية طيبة وربها على الصلاح والإسلام والتقى، كذلك يوم القيامة ينال أجرهم وأجر أولاده يكون مع أجره يوم القيامة. وإذا ضيعهم وخلاهم هامنين الإثم اللي يديره أولاده يتحمل فيه يوم القيامة لأنه هو اللي ولدهم. فهمنا كيف؟ لأن الإنسان إذا تسبب في شيء هو الذي يأخذ إما أجره وإما وزره. فإذا غرست أيها المؤمن شجرة استظل الناس بها أو أكلوا من ثمارها فجميع الحسنات ترجع إليك أنت الذي غرستها. فهمنا كيف؟ كذلك ابنك إذا كان ولدت ولد وربيته إلى ربيته تربية حسنة العجر يجي لك، القبغاء عامل وضايع الوزر هذا كل اسم يرجع عليك. مثله مثل الشجرة، مثل إنسان حفر بير، الناس راهي تشرب تشرب البهايم، الطيور يشربوا، الدواب يشربوا، الأرض تشرب. قال شكون حفر البير هذا؟ قال فلان الله يرحمه، الحسنة كلها تروح لفلان. واحد دار في طريق المسلمين دار لهم الشوك والعلايك اللي يجي جايز يقطع برنوطه ولا يقطع حوايجه، شكون غرس هذا الشوك هذا؟ يبدأوا يلعنوا فيه فلان وفلان الله ينعلهم ويدير لهم وكذا، يبدأوا يلعنوا فيهم، جابوا البلاد راسهم. هذا كغرس الخير في طريق المسلمين رامي رحموا عليه، والاخر جاب الشوك والعياذ بالله والاذى في طريق المسلمين راهي النعله تلحق عليه وهو في قبره. اذا انتبهوا جيدا الى هذه الفرصه فلا تضيعوها يا اخواني الكرام، وما عليكم الا ان تحافظوا على اولادكم وان تاتوا بهم الى المساجد وان لا تتركوهم في الشوارع هكذا يعني بدون قيد ولا بدون شرط يلعبون ويسرحون ويمرحون ويتركون الصلاه ويتركون الجماعات، وهي فرصه عظيمه في شهر رمضان يا اخواني الكرام. اعاده الله علينا وعليكم بالامن والايمان والسلامه فهمنا. يقول لك الاخ هذا، شوفوا يا اخواني الكرام هذه الرساله هذه كم طولها وكم عرضها، وانا قطعت منها شويه لانها كانت فارغه. هذا الولد هذا في عمره 18 سنه
والولد هذا نرجو من الله يكون هو حاضر معنا وبابا يكون حاضر، لان بعض الناس يا اخواني الكرام المشكلة عندنا الان الناس ينقسمون الى قسمين. واحد راه يجي يشتكي ان اولاده ما طاعوش وراهم في الخلاها منين وحار واش يدير له، فهمنا؟ هذا واحد. واحد راه يجي يشتكي مولاده، يا ودي ما نجبت لهمش، يا ودي تعبوني، تعبوا امهم، تعبوا اخوانهم، تعبوا القبيله كلها دشرة تعبوها، هكذا واحد راه يشتكي هكذا. والثاني واش راه يشتكي؟ الولد راه يجي يشتكي، بابا انا انسان نصلي وانسان نخاف ربي ونبغي نقرا العلم مع الشباب، وبابا يقبضوا في الدار يحجبوا مع البنات يقول لهم ما تروحش ما تبع صحاب الحي، يضيعوا لك وقتك ويضيعوا لك اخلاقك ويهملوك، وكما راهم هاملين ما تتبعهمش. شفت المصيبه اللي رانا فيها؟ ناس متطرفين الى بعد الحدود، وناس والعياذ بالله في الخير متطرفين الى بعد الحدود، وناس في الشر متطرفين الى بعد الحدود. هذا الولد هذا يشتكي يقول انا انسان مولا 18 سنه ونبغي ونصلي جماعة الحمد لله ونحافظ على صلاتي ونقرأ مع الشباب القرآن وراني محافظ على الحلقات وعلى العلم، ولكن يقول له بابا بالك تصلي العشاء برا، صلي المغرب واروح والعيسى صليها في الدار، ما تروح ما تقرأ ما تجلس في الجماعة معهم ما تدور معهم ما كذا. شفتوا المصايب اللي رانا فيها يا إخواني الكرام؟ نقول لكم الآن نصيحة لوجه الله، الناس الذين لهم أولاد وكلنا رانا عندنا أولاد، أقول لكم يا إخواني الكرام انتبهوا، أعظم ثروة نحصلوا عليها، كثيرين من الناس راهم يقولوا بترول وراهم يقولوا كذا وراهم يقولوا السوارة، كل واحد واش راه يقول. نقول لكم الحاجات المصانع الكبرى اللي نحتاجوها وشنا هي؟ أولادنا، فهمنا كيف؟ هي الأولاد نتاعنا، إذا ربينا أولادنا التربية الإسلامية هذيك هي الثروة، هذاك هو الإسلام، هذيك هي النهضة، هذاك هو الخير، هذاك هو كل شيء. وإلا ضاعوا لنا أولادنا وصبحوا فارس والعياذ بالله، كما رانا نسمعوا ولد مولا 15 سنة في المدرسة يدخل يقرأ يخرج يتعلم المخدرات، أرسلناه يقرأ جاب لنا ولا يشرب المخدرات، منين جابها؟ جابها عند أصحابه وهكذا، فهمنا كيف؟ إذا ضاعوا لنا أولادنا ما كناش نعرفوا بكري هذه المخدرات يشربوها الناس، إلا معروفين فلان وفلان وفلان عرفوا من 50-60 سنة اللي رايحين للقبر راحوا، فمن كيف ما كناش نعرفوا أن شباب في 15 سنة يشربوا المخدرات، أعاذنا الله وإياكم منها. أبناش لنا الأمور ثابت، فمن كيف البلاد التي ذهب شبابها وابتلي شبابها في أخلاقهم، الوداع على هذه البلاد مهما أتيت من قوة ومهما أتيت من صواريخ ومهما أتيت من معدات كلها كذب، فهمنا كيف؟ وهذه المصيبة راه تعاني منها أوروبا وراه تعاني منها أمريكا قبلها، فهمنا كيف؟ وراهم يقولون شباب أوروبا وشباب أمريكا لا يستعملون، والله داروا اجتماع، فهمنا كيف؟ داروا مؤتمرات عالمية وقالوا الشباب الآتي اللي هو شباب أمريكا وشباب فرنسا وشباب أوروبا كلها وشباب روسيا، قال الشباب الآتي لا يستأمن على مستقبل البلاد، قال يعني لدى البلاد يضيعها لنا الشباب تاع مخدرات، اللي يجلس يشرب المخدرات ويقبض ربنا هذا واش تعمد عليه، فهمنا كيف؟ وفعلا هما واش قالوا يلا مادام احنا سبنا وضعنا ولادنا ضاعوا ما علينا الا نزيدوا نضيعوا ولاد المسلمين، على الاقل يبقوا هذا مهبول امام مهبول حتى واحد ما ينجم يدنا لصاحبه، فهمنا كيف؟ وهجموا علينا بالمخدرات، والمخدرات من ورائها اليهود هم الذين يروجون لها، وثاني دولة في العالم بعد كولومبيا في توزيع المخدرات هي إسرائيل، فهمنا كيف؟ توزعها للعرب وتوزعها للمسلمين، ماشي توزعها للشباب تاعها أبدا، والشباب تاعنا راه ضايع، العصمة وين مادام راهي جاتنا المصائب من كل الجهات، في المدرسة يتعلم المخدرات، في السينما يتعلم المخدرات، في البحر يتعلم المخدرات، في الحوانة راهي المخدرات، طيب وين يروح؟ بقى لنا الجامع برك، يهرب للجامع، قالوا لا ما تروحش للجامع، فهمنا كيف؟ طيب وين يروح لطريق البينك؟ يروح للقهوة؟ وين يروح يا إخواني الكرام؟ يا إخواني الكرام النصيحة لوجه الله راهي أولادنا راهم ضايعين، الله يحفظ لنا أولادنا إن شاء الله، أولاد المسلمين جميعا، والله نحن لا عزة لنا إلا بتربية أولادنا التربية الإسلامية الحقيقية، هذه هي اللي ترفع عنا الراس في الدنيا وفي الآخرة، فهمنا كيف؟ لأن الأولاد هذه يا إخواني الكرام
راكم تشوفوا واحد الى غرس غرس دائما راه يدير دير باله عليه وراه يشوفوا وراه كما يقولوا يلقموا وراه يزبروا وراه يدير له حاجه كما الزبل وراه ينقش عليه. علاش؟ لان غرس قلب باش ناكل منه. احنا لعلنا كل حاجه رانا نعتنوا بها، عنده سياره كل يوم يشوف واش خاصها، عنده جنان يشوف واش خاصه، عنده حانوت يطلع حساب الى راه ربح ولا خاسر، عنده ولاد راهم في طريق بالك مرمي. هاي المشكلة، الأشياء اللي هي أولى بالعناية ضيعناها، فهمنا كيف؟ وإلا الجنان تجي تجيب له خدام وتقول له هاك الفاتح يلا خدم الجنان هذا، هاك السيارة هذه دير بالك عليها وخلاص. ولكن ولادك ما تنجمش تقول لي نجيب واحد خدام وقول له دير بالك على الدراري، ما ينجمش، فهمنا كيف؟ أولادك أنت اللي تعتني بهم. أعظم ثروة للإنسان يا إخواني الكرام هي أولاده، فلنحافظ على تربية أولادنا تربية إسلامية حقيقية، علينا أن نراعيهم في جميع حركاتهم وسكناتهم منذ الصغر، ماشي لما يلحق يقول ركبت وقد ركبت باباه يقول لك يا وليدي ما نجبتلوش الودع عطاني. طيب وين كنت قبل هذا الشيء؟ هذا كنت انت تنعس عن الزوج وراه برا مرمي، فهمنا كيف؟ بينما الصحابة الكرام سمعوا كيف؟ باش واحد ما يقولكش هذا الشيء هذا يا ودي راه مع علماء التربية هما اللي داروا هذا الشيء. راه يشوفوا يا اخواني الكرام كل حاجة في الدين نتاعنا وفي الحياة نتاعنا راهي عندها مستند من الكتاب ومن السنة. ما تقولوش حاجة راهي سايدة، ما عندناش في الإسلام سيبة. كل حاجة ما تقدم رجل وما تأخر أخرى إلا وتجد فيها أدلة كبيرة شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول؟ يقول لهم عند الغروب، عند الغروب غروب الشمس أمسكوا أولادكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. سمعتوا ولا سمعتوش؟ هذه ما سمعتوهاش، أنا عارف بلي عمركم ما سمعتوها. وما تقولوا الشيخ يكذب والحديث صحيح. الصحابة كانوا أولادهم من قبل ما تمس الشمس ما كانش الأولاد الصغار يلعبوا برا، فهمنا كيف؟ لأن فيها غير الشيطين بعد غروب الشمس، ما فيها غير الشيطين إلا اللي يمسك وليده ويديه معاه للجماعة ويجيبه معاه للدار بعد غروب الشمس بعد العشاء. ما كان حتى ولد لا كبير ولا صغير يدور في الطريق، وعلى ذيك ربى ولادهم تربية إسلامية وبهذيك الفتوحات الإسلامية الشيء الدنيا باش فتحت بعد الصحابة، باش فتحت جابوا لها الغاشي من الخارج. أولاد الصحابة هم اللي فتحوا الدنيا، أولاد الصحابة هم الذين أتوا عقبة بن نافع الزهري هذا اللي فتح شمال أفريقيا كلها ودخل حتى البحر نتاع الأطلسي هنا عند أقصى قمة طنجة، هو عقبة بن نافع الزهري باباه صحابي كريم، فهمنا كيف؟ وخاله صحابي عمرو بن العاص. إذا الذرية تاع الصحابة هذو الذين ربوهم تربية إسلامية حقيقية، البابا تربي برا واليمات تربي في الداخل، هذو هما اللي خرجوا ونشروا الإسلام. كذلك احنا بالك وتقولوا باللي حنايا الجزائر ولا أي بلاد باللي ما عندناش الصواريخ مساكن وما عندناش الفونطوم هذه نتاع 52 ولا نتاع 74 ولا مانيش عارف، لأننا مساكن ما عندناش المعدات. تدري واش ما عندنا؟ ما عندناش التربية الإسلامية اللي خصتنا. لما نرجعوا مسلمين حقيقيين نصبحوا حزب الله، حزب الله الحقيقي ما هو حزب الله تاع لبنان، نصبحوا حزب الله الحقيقي، نصبحوا كما قال ربي سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهمنا كيف؟ لما نولوا مؤمنين يولي ربي يدافع علينا، فهمنا كيف؟ نولوا حزب الله، فهمنا كيف؟ يقولوا كما قال الرسول في الحديث الصحيح إن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهمنا؟ يقول ربي سبحانه اللي يتعدى على الأولياء تاعي راه يحارب فيا، وكاش واحد يغلب ربي بالك قولوا كاين واحد يغلب ربي بالك الماريكان يغلبوا، فهمنا كيف؟ ما كاش اللي يغلب ربي سبحانه، لأن الدنيا كلها بين أصبعين من أصابعه، فهمنا كيف؟ هو الجبار المتكبر هو ذو القوة المتين، فهمنا كيف؟ لذلك احنا واش خصنا اذا؟ ما خصنا لا طائرات ولا صواريخ ولا معدات ولا اشياء اللي راهم يقولوا عليها باللي تخلع ولا ما تخلع، خصتنا نرجع للرب سبحانه ونترباو في انفسنا ونربوا اولادنا تربية اسلامية يرضى الله تبارك وتعالى عنها ويرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم،
هنالك العزة وهنالك التمكين وهنالك الرفعة وهنالك السيادة كما كانت عند أوائلنا رحمهم الله تبارك وتعالى. لقد سادوا العالم رجالا علماء، وكذلك في الآخرة فهم عند الله تبارك وتعالى مبوئين المنازل الحسنة. بينما نحن يا إخواني الكرام اتركنا ديننا، لا عشنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة رانا نسوي شيء عند ربي سبحانه. إذن واش خصنا يا إخواني الكرام؟ خصتنا حاجة واحدة، نرجع لربي سبحانه جماعات وأفرادها، نرجع لربي سبحانه نساوي رجال، نربي أولادنا التربية الإسلامية، البابا تربي واليما تتربي، فهمنا كيف بالأخص الجيل الصاعد هذا اللي راهم تاع 5 سنين وتاع 4 سنين وراهم طالعين، هذا يلزمنا نتعهدهم أكثر مما نتعهد أعيوننا، فهمنا كيف نتعهدهم بالتربية الصالحة بالتربية الإسلامية. لما نعود عندنا جيل إسلامي حقيقي هذاك هو الجهاد تاع الصح. اليهود والنصارى يصبحوا يرهبوننا ولو لم تكن لنا طائرة واحدة، والله الذي لا إله إلا هو، ولو ما عندنا حتى طيارة، واحد يقول لك بيجيبوا الطيارات يضربونا، فمن كيف هكذا تقولوا يا لأن احنا الآن القضية ولينا نحسبها حساب مادي بحت، ما عندناش علاقة بالسنة. الطائرات اللي وين تمشي يا إخواني الكرام؟ قلت لكم دائما الطائرات اللي نفرض جيت تضربنا وين تمشي؟ يختمشي في أصحاب تاع ربي سبحانه، أصحاب شكون خلقوا، فهمنا كيف؟ يا إخواني الكرام انتبهوا، بعض الظواهر هذه وين تمشي؟ تمشي في الماء تاع ربي سبحانه، الدبابات هذه وين تمشي؟ تمشي في الصحراء تاع ربي سبحانه، هذه الطائرة من مخدومة؟ مخدومة من حديد، الحديد تاع من يقطع ربي سبحانه، وأنزلنا الحديد، ربي قال لك أنا اللي نزلت الحديد ماشي الملائكة اللي صنعوه، انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام، هذه الأشياء التي هي الآن معدات مضادة، فإذا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى تصبح بإذن الله قاضية هجومية، ويصبح ربي سبحانه هذه الطائرة اللي تجي تضربك تتفجر فتسمى على أعدائها وعلى أعداء الإسلام. ولكن واش خص؟ خصتنا نرجع لربي سبحانه، نصبحوا حزب الله الحقيقي باش ربي سبحانه يدافع عنا، وتصبح عندنا آيات صريحة صحيحة أن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وفي آيات أخرى يقول ربي سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه آية يلزم نكتبها بماء تاع الذهب أمام أعيننا، يقول لك ربي سبحانه حق عليا، يعني واش معنى حق عليا؟ الله تبارك وتعالى يعني لما خلق قبل ما يخلق الدنيا كلها اكتب الأشياء هذه في الأزل في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الدنيا وما فيها كتب أشياء في اللوح المحفوظ، كل ما يجري على وجه هذه الأرض كتبه في اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. واش يكتب في اللوح المحفوظ؟ اللي هو موجود عنده في بيت العزة هناك سماوات العلى حيث لا يعلم علوها إلا الله تبارك وتعالى. واش يكتب؟ اكتب حق علي ننصر المؤمن. شكون كتبها؟ كتبها ربي، باش ماشي تقولوا بعض الدول قالوا انه ينصرونا وهربوا خلاونا، فهمتوا؟ هذا ربي سبحانه الوعد نتاعو يتحقق دائما ولا يتأخر، يقول لك حق عليا ننصر المؤمنين. اذا ماذا يجب علينا لما نقرأ الآية هذه باللي ربي يقول حقا علينا نصر المؤمنين؟ وكان حقا علينا، يعني كان، انا ما يقولش واحد هذه يا شيخ تفيد الماضي، يعني بكري ماشي ذكا، هذه فهمت كيف تفيد الماضي، ولكن التعبير هنا يفيد الاستمرار عقب الزمان والمكان، فهمنا كيف؟ يعني كان هنا تفيد الاستمرار والتتبع دائما مع الأمة المؤمنة أن الله تبارك وتعالى ينصرها ويدافع عنها. إذن لما نقرأ احنا هذه الآية هذه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، واش نقولوا؟ نقولوا روحوا نجيبوا الشوارق، روحوا نجيبوا الطيارات، نقولوا نزم نكونوا مؤمنين هو الأول، فهمنا؟ نكونوا مؤمنين بالدرجة الأولى باش ربي سبحانه ينصرنا، وبعدين انوجدوا. شوفوا يا اخواني الكرام انتبهوا، القرآن دقيق، القرآن ليس هناك كتاب مؤلف يعني تأليفا دقيقا مثل القرآن. لما اطلب منا الايمان قال يلزم تكونوا مؤمنين، ما فيهاش مساومة، ما فيهاش نصف ايمان، لان ربي واش قال؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهمنا كيف؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الكافر عمره ما يجعل ربي يده فوق المؤمن.
إذن هذه القضايا كلها والكائن فيها وعد ربي وفيها إيمان. الإيمان ما قالك ربي ولو نصف إيمان، قالك إيمان كامل. ولكن قضية هذه تتعلق بالقلوب، الإيمان يكون في القلب ثم يظهر على الجوارح ويظهر على وجه الأرض، كما الحياة تاع الصحابة كانت تبان على وجه الأرض، تبان كأنهم كما قال الواصفون كأنهم ملائكة يمشون على وجه الأرض. أما نحن إلا من رحم ربي فكأنهم والعياذ بالله شياطين يمشوا على وجه الأرض. مجرد ما يكمل الصلاة الخداع والغش والكذب والزنا والربا والخبائث اللي ما يعلم بها إلا الله. فمن كيف إذن قضية الإيمان الله تبارك وتعالى لم يساوي فيها عباده، بل يا عبادي كونوا مؤمنين يكون لكم النصر. فهمنا؟ نقل لا تكونوا نص نص ولو نص إيمان، لا يا عبادي كونوا مؤمنين يكون لكم النصر. بينما لما تولي في القوة على المادة يعني في السلاح، واش قال؟ بتشوفوا الدقة على القرآن، قال وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. فمن كيف قال ربي سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني لما كان الإيمان قال له كون مؤمن 100%، ما تساوش في الإيمان تاعك، ما تنقص شوية. بينما لما كانت في العدة قال لك اللي نجمت. فهمنا؟ أعدوا لهم ما استطعتم، اللي استطعت وجد له العدو، وجد له هراوة، وجد له دبوس، وجد له موس، وجد له حجرة، وجد له مدرة، وجد له طيارة، اللي نجمت. وشنو اللون؟ يوجد له الإيمان هو الأول. لماذا؟ لأن لما تكون مؤمن وعندك مستقبل فيها ربي يعاونك. أما ما تكونش مؤمن والله لو أعطيت لنا قوة الدنيا كلها خذوها عني يا إخواني الكرام، لأن التاريخ هكذا يقول والقرآن هكذا يقول. والله لو لم يكن لنا إيمان وأعطيت لنا قوة الدنيا بأسرها والله لا نطير شعرة من كيان العدو، من كيان العدو سواء كانوا يهود ولا نصارى، شعرة ما نطيرها لهم. ولو كانت عندنا قوة الدنيا كلها، ولكن بقوة الإيمان بالشيء اللي يقلد نقض أصلح. بدليل القرآن قال أعدوا لهم ما استطعت وجد لهم من ينجم، وإحنا نوجد الإيمان أول ننجموا له والأول نقوروا إحنا ونولوا حزب الله الحقيقي، وبعدين الشيء اللي ينجم لا نوجده، اللي ينجم على حاجة يوجدها لو قال حجرة. وراكم تعرفوا احنا في الجزائر المفروض هذا الكشي ما يجوش علينا. فهمنا كيف؟ لان الثوره الجزائريه مرت علينا وشفنا لما انتصرت الجزائر في الحرب نتاعها. فهمنا كيف؟ وربي سبحانه هو اللي انصرنا. فهمنا كيف؟ ما انصرنا حتى واحد، بدليل ان قوه يعني ضعيفه قليله توقف امام الحلف الاطلسي بالقوه تاعه. لما تخلينا في الجزائر يعني اقوى المعدات اللي كانت عندنا الرشاشه نتاع 24 اللي يقولها الفانسكات، هذه هي هذا اثناء الاستقلال، هذه هي الرشاشه تاعنا اللي كانت عندنا. وين راهي الدبابات؟ وين راهي الطائرات؟ ما كان والو. وفرنسا ضربتنا بالطائرات، ضربتنا بالدبابات، ضربتنا بالنقال، ضربتنا بكل شيء. واحنا اللي عنده سانترا تاع الصيف، واللي عنده موس، واللي عنده مزبره، واللي عنده هراوه، واللي عنده حجره. والله حدثني واحد انه حجره عنده، حجره عنده حجره تاع الواد مكوره، قال لي دايرها في جيبي ونمشي. فهمنا؟ مازال حي. قال لي لما لحقنا لواحد المكان باش نديروا العمليه، قال المجاهد هذاك اللي يحكم فيهم قال لهم يلا جبدوا سلاحكم، جبدوا التاويل اللي عندكم باش كل واحد يوجد باش نوزعكم ديروا العمليه تاعكم. قال اللي عنده كابوس جبدوا، واللي عنده تاويل جبدوا. قال انا جبت حجره تاع الواد مكوره. قالوا انت تتمسخر، انا نقول لك من هي؟ قلت لك واش عندك؟ قلت لي عندي بومبا، عندي غرونات، لما لحقت لنا تقول لي عندي حجره، تتمسخر بينا؟ قال لي وغضب، نزل حي في الهواء ولا يسكن. اغضب، قال له اسمع ما تغضبش، قال له انا هذه الحجره عندي يقين في ربي نقضي بها اصلاح. قال له كيفاش؟ قال له انا ينزلها في جيبي، قال له لما نشوف العسكر ملمين ولا جايين لنا، قال له نجبدها من جيبي، قال له نعضها هكذا، قال له نجي نضربهم، قال له ما هذه هي المنطقه تاع البومبا، يعني كي تشدها في فمك هكذا بلي حليت لها الغطاء وراح ترمي هذا وسط الجنود. فمن كيف؟ قال له نعضها في فمي ونجي نضربها هكذا. هما يقولوا صحيح بومبا يتكسلوا، قالوا صحابي يضربوا يقتلوا. اما لا، قالوا انت يا اللي تجي في مكاني، قالوا انا الفكره هذه ما نفهملهاش، قالوا انت يا اللي تجي في مكاني مازال الراجل حي. فمن كيف؟ هذه الثروه نتاعنا، المفروض هذه الاشياء ما تجوش علينا احنا في الجزائر. فمن كيف؟ لان لو كانت القضيه بالقوه والله الذي لا اله الا هو ما زلنا حتى الان نحاربوا ولا ما خرجوا. لو كان القضيه كانت تنحسب بالقوه،
لان هذا حلف اطلسي دائما يطلع المعدات الجديده واحنا نريحوا غير في الاطراف والبندقيه تاع الصيف، فهمنا كيف؟ ولكن قوه الايمان، وراكم كلكم تشوفوا كيفاش كنا في وقت فرنسا، تجيب الراجل هارب من عند النصارى، هارب على ربي، تجيبوا للدار وتبيتوا مع النساء وتبيتوا مع اولادك وما تخافش. صح ولا ماشي صح؟ والله الذي لا اله الا هو الا بيتهم مع بناتهم، ميت الراجل، فهمنا كيف؟ الان هو يطبطب يقول يا اخويا يا اخويا راهم يدوا لي في درامي، ويقول لك الخاص راهم اصحابه راهم كذا يعرضوني يضربوني بالموت، كاينه ولا ما كان؟ في سوق الحراش والله غير نحاولهم الدراهم والناس تشوف، هو يلمح يا خالتي راهم يعروا فيا والناس يتفرجوا، قال لك اسلام، قال لك جهاد، وين راهي الجهاد؟ يا راهي الجهاد في سوق الحراش برك. اما راجل حدثني واحد اقسم بالله قال لك هنا حين في المسايس ويقول لهم يا خاوتي راهي عريفيه، هو يقول لها يا قلت لك ما تخرجيش من الدار، ما تدخلوش بيني وبين مرتي، فهمنا كيف؟ نحالها صياغتها نحالها دوزانها، وراح الراجل وصاحبه واقف في عز، في الاخر المراه ما لقات ناصير جلست بدات تبكي، جا لها واحد من الناس اللي فاهمين قالها يا مرأة وليش راكي تبكي يا خذا راجلك روحي للحكومة وقولي لها بني الراجل تاني دراهم وتاني دوزاني والحكومة تجيبه ممكن. قالت له يا راجل يا خانا راني نرضاه وقولكم والله ما هو راجلي ولا نعرفه، راه الدم عليا في الطريق ما نعرفوش لا إله إلا محمد رسول الله، والراجل دار حيلة نحالها دوزانا ويصبح قلت لك يا العدوة ما تخرجش من الدار، يا خانا عقد عليك ما تخرجش من الدار، ودار نفسه على أنها مرته، افرض جاد أنا راهي مرته شرعا راهي مرته، هل يجوز لنا الشرع ينضب واحد مرته في الشارع وينحي لها الدوزان ونحن نتفرج شرعا؟ لا يجوز لنا، بل علينا ان نمسك هذا الرجل هذا ونمسك هذه المراه وندوهم لاولي الامر يتحاكموا فيهم، فهمنا كيف؟ الراجل مهما كانت له سلطه على المراه ما يحكمهاش في الطريق يضربها ويبهدلها امام الناس يدي لها الزقه، فهمنا كيف؟ هذا هو اللي رانا نقوله الجهاد باش تشوفوا القضيه وين كنا في وقت فرنسا وين اصبحنا في عهد الاستقلال، فهمنا كيف؟ باش تشوفوا الهمجيه اللي رانا عايشين فيها. شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.